الزميل عبد الله والبلال ومزيد من التفاصيل. بعد غياب طويل عن الساحة السياسية، افتتح رئيس حزب التحالف مسعود البلخير المؤتمر الصحفي لحزبه بانتقاده لما أسماه محاولة إقصائه من اللقاء المرتقب بين الحكومة الموريتانية والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من أجل تسليم ممهدات الحوار، داعيا جميع الموريتانيين إلى التماسك من أجل النهوض بموريتانيا وعدم تركها تتلاشى أمام أعينهم دون أن يحركوا ساكنا لذلك. نختار نبنو صرح جديد يمكن لنا فيه العيش الكريم، الشيء اللي ما يقدر يخلق دون تبادل الثقة بين أفراد جميع الموريتانيين، وهذا يعطينا نشبه به ولا يعود إلا كلام ولا يعود إلا شعارات تارة ينعت بهم الاهتمام المزيف بهموم الشعب، وتارة يحاول يخل بهم. والبالخير وأثناء استرساله في الحديث حول القضايا الوطنية التي تهم كافة الشرائح الموريتانية وطيفها السياسي، ذكر بأهمية تغيير الدستور الموريتاني من أجل أن يكون مواكبا لتطلعات الشعب الموريتاني بأسره، معتبرا أن الدستور الحالي لم يعد صالحا للزمان ولا المكان حسب قوله. احنا ندور نبنو بنية صالحة للبقاء، نبنو بنية كيف محاولتنا البنية تأسيس دستور يعود صالح لكل زمان وكل مكان، حاشا به اللي صالح لكل زمان وكل مكان إلا القرآن الكريم. لغير الدستور ندورو نعدلوه فيات كان شيئا فشيئا يندرج فيه ويندمج فيه ذاك كامل اللي من شأنه يقدي بعد الموريتانيين، والله يضايق بيناتهم والله ما يضمن وحدتهم. تشنج وانفعال ودموع تخللت مداخلة الرئيس مسعود وهو يتحدث عن قضايا وطنية يتصدرها الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك وشد اللحمة بين أفراد مكونات هذا الشعب، فهل كانت هذه الدموع والتشنجات والانفعالات بنكهة الغيرة على البلد أم أنها مجرد تمثيل أمام مناصريه يلجأ إليه مسعود حين يريد القطار أن يتجاوزه؟ عبد الله والبلال، الوطنية، نواكشوط.